كو انيماتور. باهي على كل حال الكلمه ذي او العباره الساده الخويين والاخت المبجده الحسناء كما قلت في البدايه يعني فيها اختلاف كبير وما عندهاش مفهوم محدد الا عند اصحابها معناها الناس اللي تكتب الكترونيكي. الكلمه ذي قديمه قدم الزمان، اول ما ظهرت في اليونان القديمه في اثينا واصلها كرونوس وتعني اله الزمن، ومنها كرونولوجي وكرونومتر. اذا ما عندهاش علاقه بالامراض المزمنه او لمالادي كرونيك، لا علاقه للموضوع تماما. نبشرك معناها. اذا كي نقولوا كرونولوجي اش معناها؟ الكلمه ظهرت لو في علاقتها بالاعلام، ظهرت في اواخر القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين. ايش معناها كرونولوجي؟ انه انسان في جريده او في اذاعه يتحدث عن احداث صارت نهار الاثنين، صار نهار الثلاثاء، صار نهار الاربعاء، الخميس الى اخره، في تسلسل زمني معقول. هذه الكرونولوجي بدات تاخذ في اشكال معناها جديده الى اخره، معناها في السنوات الاخيره تقريبا من بدايه الثلاثينات الى ان اصبحت على ما هي عليه الان، نجدها في الاذاعه وفي التلفزيون وفي الصحف. لكن التعريف لما تفتح المقالات المتخصصه او القواميس تقريبا متشابهه. الذين يشتغلون على هذا الصنف من الاعلام عندهم تعريفات خاصه وهي اقرب للموضوع. انا لقيت تعريف هايل ياسر يعكس ربما نوعيه هذا الجنس من العمل الاعلامي. هذا سي فيليب جينيون، هو بلجيكي ومتخصص في الالكترونيك ويتعامل مع جريده اسمها لا غازيت. ايش يقول فيها؟ يقول انا اتحدث في مقالاتي عما يضحكني وعما يوترني وعما يسائلني وعما يجعلني اثور او اشعر بالضيق. الكرونيك هي هذه كل، فيها التحليل، فيها التعليق، فيها الغش، فيها الضحكه، فيها الغضب، فيها كل شيء، الى درجه انه يقول لكن هذا كل يتعمل باسلوب فيه شيء من السخريه المقبوله والطرافه الجميله. يقول انا جوموريست، اي اجمع بين لو جورناليزم اي ليمور. وهنا يجي العمق بتاع المساله. اذا كان نحبوا نتعمقوا اكثر في المساله، ثم مفهوم اخر خصوصا عند الجانب الانجلو ساكسوني. اش يقول لك؟ يقول لك هي الاخبار تحليلها والتعليق عليها، ونجد ايضا حتى في الكتابه الاسلوب الذي يشبه طريقه كتابه الروبورتاج، يعبر عن الموقف الشخصي للكاتب. مثلا احنا اذا كان نقرا الافتتاحيه فهي موقف الصحيفه او الخط التحريري لاذاعه او الخط التحريري لجهاز اعلامي تلفز، بينما الكرونيك هي ذاتيه، الشخص شنو يحس واللي يحسه الصحافه المكتوبه يكتبه. معناها حتى في الاذاعه لابد ان يكتب النص في الكل. اذا يقول لك هو موقف شخصي من خلال قراءه ذاتيه للاحداث. النص هو خبر لكن نجد فيه الاجناس الاخرى، التحليل والتعليق. ويقول لك في الاخير النص ليس هو الخبر وليس هو التعليق وليس هو التحليل، انما هو الشخص في حد ذاته، معناها سي لا بيرسون هو اللي. ويقول لك التجؤوا لهذا النوع من الناس اللي عندهم الاقلام هذه للتسويق، انه الفلان الفلاني يكتب في كرونيك في جريده او يقول كرونيك في اذاعه، فتحس انه الناس تميل لهذا النوع او لهذا الجنس من الكتابه الصحفيه، اللي برشا يعتبروها ليست بالكتابه الصحفيه بالمعنى التقني للموضوع، انما هي كتابه ادبيه الغايه منها تسويق صحيفه او برنامج او حصه اذاعيه. عندي حوجه برك في الاخير، في كندا مؤخرا عملوا سبر اراء على مدى انتشار الصحف لدى القراء، فما جريده تحب تشوف هل نرى حضورها موجوده او مش موجوده. فالاسماء التي خرجت او برزت في عمليه سبر الاراء هي اسماء الكرونيكور دون غيرهم. اذا الناس هذوما في سع ما يظهروا لدى القراء او لدى المستمعين او لدى المشاهدين، يتعرفوا ويتحبوا برشا نظرا لاسلوبهم في كتابه
او في التعليق او في تحليل. معناها هذه في الخاتمه هذه اهم كلمه، لانه في المقالات الاخرى المقالات معناها تختلف، ثم المقال للاخبار، ثم مقال للتحليل، ثم مقال للتعليق، يعني ثم خمسه انواع. المهم في البقيه ربما في بعض الاشكال ثم الخبر، في بعض الانماط الشخص نفسه، في الكرونيك هو الاسلوب. يقول الفرنساوي معناه تكتب الكرونيك تكتب افيك ان ستيل بيكون يلكع، هذاك اللي تخلي اك الشخصيه هذيك تكون محبب فيسع فيسع، يلتقط المستمع او المتفرج او القارئ اسمك اللي كتب صاحب الكرونيك واش قاعد يكتب يجلبه بالاسلوب. فقط ما نشوفوا احنا في بعض حاجات اللي هي تحيل على الفن هذا وتحيل على الصحافه اللي يقع في تونس، انا بصراحه نتشد برشا بالنسبه للتلفزيونات الفرنسويه خصوصا اوني باكوشي. كان قبل كان ذكر زيمور ونولو، توا ليا سلامه او هالة سلامه، كل المراه العظيمه اللبنانيه الفرنسيه اللي تعدى مع لورو الكي كل نهار سبت في الليل، امريك كارون توا مشى. يعني هذوما بصراحه النماذج اللي بالحق نتشرفوا انه يتسموا كرونيكور ويتسموا صحفيين. ونحب كلمه اخيره نبشر الساده المستمعين ومسي عبد القادر المقلي كرونيكور وسي حسن كرونيكور. قال لك تقولها لي ربي يعقوب معناها ولكن عنده والاجناس الاثنين مختلفين. سي عبد القادر يعلق ويحل باسلوبه وطريقته الخاصه، وسي حسن يستعرض لنا معنا في تسلسل زمني اهم الاحداث. ورغم هذا ما استعملناهاش الكلمه لا قلت يا سيدي زوز كرونيكور بالسيف، احب من حب وكره من كره، هما عرس البرنامج ومتشرفين وانا كو انيماتور.